عمق الرؤية ورؤية البسطاء، حكمة البسطاء. ايه بقى البداية الفلسفية دي؟ هي مش فلسفية والله، الناس دي بتعلمنا. على مدى الشهر الماضي ومنذ انطلقت تعليقات هادئة ثم مبادرات تطورت إلى مبادرات إلى كلام صريح يعني يتحدث عن علاقة معالي تركي الشيخ بالنادي الأهلي، وأن الأمور بتعود إلى قنواتها الطبيعية وشكلها الطبيعي. كان بيجي لي تليفونات كثيرة جدا ومعظمها من ناس بسيطة، يعني طبعا اللي كان بيتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وكنا بنتابعه، لكن عندما تتحدث مع البسطاء بتسمع منطق تاني وعميق جدا يا أستاذ إبراهيم. صحيح. وبسيط وصادق ويلخص لك الأمور ويخليك تشوفها بمنظور طبيعي وبسيط جدا. أحدهم تحدث معي ويعني تفتكر يا أستاذ عدلي يعني طب الدنيا هتمشي إزاي وهتبقى إزاي واللي حصل واللي ما حصلش. تحدثت معه وحللنا الأمور بالتليفون، أنا ناسي اسمه. انتهى بأنه هو بدأ يهدأ وبدأ يقتنع وبدأ قال لي بصوا بقى أستاذ عدلي، هي من الآخر كده، لو بإذن الله معالي تركي الشيخ زار الخطيب في بيته يبقى زار 80 مليون أهلاوي.